الآن بانتظار الشباب يا أخي ما شاء الله، والله جسمك كبير شيخنا ما شاء الله. شو اسمه، أنت تموت بالحلقة الأخيرة هجوم عمالقة ولا لا؟ بعضك ما كلت عشان أتحول العملاق العربة. اسمع شيخنا، إذا عصبت أنت عملاق شو تسوي؟ شغوني من نوصل الله هلا ناصر هلا هلا يلا 200 يا شيخ الحمد لله السلامة شباب يا مرحبا 200 الليل الحرب مع الشيخ في ذمتك يا حياك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا حياكم الله مرحبا يا هلا هلا بالنور خلنا نتستر اديت طالع يا ناصر الله قلبي يا رب خيرك ابو شاي شعورك تكفى والله العظيم يا مستانش يا اخي طالع الضخامه والجمال الله اكبر هذا ما دخلنا الكعبه يا الله يا اخي شعور عظيم والله توي كتبها شوف شعور عظيم الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اخواني الشعور اللهم لك الحمد يا الله يا كريم اسال الله العلي العظيم ان يوفقنا واياكم ويسعدنا واياكم ويرزقنا واياكم يا رب العالمين الله الشعور يا اخوان يا الله اللهم لك الحمد أمام الكعبة أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يسعدكم ويرزقكم حيث تعلمون يا رب العالمين يا سنة حفظيات ما زمزم يا أحمد إبراهيم عليه السلام لما رجع من مصر أهدته زوجته سارة عليه السلام جارية اللي هي هاجر عليه السلام وكانت سارة ما تنجب فسبحان رب العالمين بعد ما كبر إبراهيم عليه السلام بالعمر أنجبت له هاجر ولد فسماه إسماعيل يعني سمع الله إيل اسم لله قديم إسماعيل يعني سمع الله دعاء أنه يبغى الولد فغارت سارة فأمره الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ هاجر والمولود الجديد ويوديهم مكان وين المكان الله أعلم فبدأ يمشي من عند فلسطين والأرض المقدسة وينزل لين جاء عند وادي اللي هي الآن مكة ولا ما كانت شيء قبل ما كانت شيء كانت وادي هذا إبراهيم عليه السلام إيه غير ذي زرع حتى ما في زرع ما في شيء ما في أي شيء وادي جبلين فنزلهم عند الوادي تركهم هاجر تنادي يا إبراهيم ابنك زوجتك نزلهم وراح لحالهم ما معهم أي أحد خلاص تخلى عنهم خلاص تركهم فقالت الله أمرك قال نعم قالت لن يضيعنا ورجعت والله أمره أي الله سبحانه وتعالى أمره أنه يتركهم ويرجع فشف سبحان رب العالمين طاعة الأنبياء وإبراهيم عليه السلام كان بهذا الأمر عجيب الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا خلة شيء عظيم بالمحبة برضو سبحان الله هاجر قوة إيمانها قوة الإيمان مو طبيعية قالت لن يضيعنا فرجعت فبدأ إسماعيل جاء وصاح إسماعيل عليه السلام رضيع فكانت هذا الصفا وهذا المروة فكانت تركض تشوف على الصفا يمكن فيه سراب ولا شيء ظهر حر فكانت تركض عند الصفا وتطلع تدور الماء ما تلقى وتشوف عند المسعى عند المروة سراب وتنزل سبع مرات ولا ملت حنا الواحد منا يمكن مرتين يقول أنا توني راجع ما في ماء فهي كل ما تسمع صوت إسماعيل عليه السلام يبكي كانت تمشي سبع مرات ما تمشي من هنا طبعا من هنا نايف صح؟ جاي بحرب العالمين ما تمت السابعة إلا نزل جبريل وإسماعيل عليه السلام مع حركة رجوله الرضيع ضرب بكعبه الأرض مع ضربته ضرب جبريل عليه السلام الأرض فخرجت زمزم
من عند صغير من إيه من كعب إسماعيل عليه السلام. فجت هاجر للموية هذه اللي انتشرت في كل مكان فبدت تقول زم زم إنه على أساس إنه يلتم. ففعلا زمت الماء وحطت عليه الحواف سبحان رب العالمين بدأ يصير عندهم موية. ولا تجيهم قبيلة من قبائل اليمن جرهم قالوا حنا نبي نسكن معك ونشرب من مويتك. وسبحان الله يسكنون ويقومون مكة. ويجي عاد إبراهيم عليه السلام له قصة ثانية بعدين وإسماعيل كبير ويبني هو وياه الكعبة ما شاء الله. في المقام اللي شفناه حنا اليوم المقام يوم كان واقف وهو يبني هو وياه يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل. سبحان الله سبحان رب العالمين. طبعا ما ننسى سارة لما رجع لها إبراهيم عليه السلام وهي عاقر ما تنجب الله سبحانه وتعالى رزقهم بإسحاق من سارة ومن وراء إسحاق يعقوب عليه السلام. فهذا لهم أبناء إبراهيم عليه السلام إسماعيل الكبير وإسحاق. الله يجزاك خير. طبعا هاجر كانت تركض هنا يا شيخ هنا تركض في هذا المكان اللي احنا قاعدين نسويه الآن. وش في لبسنا؟ اقول هذا يقول لك انه يشابه لباس ابراهيم عليه السلام وحنا صرنا نفسه. فكل شيء احنا نسويه الان مثلهم اللي تسويه هاجر واللي سواه ابراهيم عليه السلام. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاه من النار. هذا من الادعيه الممتازه حفظ عليها والله انه ممتاز. الله يجزاك. في دعاء ممتاز في الطواف قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يجزاك خير. الآية اللي تنقال في الصفا والمروة ذوش ترجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الله يجزاك. يا أخوان في ناس يحسبون إن العمرة تعب ومجهود واللي أسافر وخلها بعدين إذا كبرت. لا يشلون هم بعد. لا إذا أنت نويت لله عز وجل عمرة نظيفة صحيح يا شيخ إن كنت غلطان وقبل ربي عمرتك ترجع كما ولدتك أمك نظيف. الله بدون ذنوب. بدون ذنوب شيخ. صحيح شيخ قبل يقول له هذا بالحد. كت كت بعدنا بعدنا. إذا اعتمرت برمضان. نعم صح حج رمضان العمرة رمضان حج تصير عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة أو حجة. يعني باقي صحيح إن شاء الله. الحمد لله رجع الحلقة الأخيرة. والله العظيم. شاء الله. والله فيك خير يا أبو سعد. والله سعادة. بالله نسعى. لا يعلم فيها إلا الله. كيف شعور؟ أقسم بالله يا أخي أنت تحسبون الحين تعب. إحنا طفنا وإحنا سوينا أشياء كثيرة والآن بنهرول. والله العظيم يا إخوان. تصور لهم إحنا نهرول. والله العظيم يا إخوان والله وبالله ما حلفتوني إن مستمتعين بكل لحظة. فأسأل الله أن يسعدكم وأن يرزقكم الشعور. يا نعم يا اخي شعور طاقه ايمانيه. لا الله اكبر. ودي اركض ما اوقف الايمان. روح اركض قدامي شو يا اخي. بسم الله يا حبيبي يا الله. هذا هو جبل الصفا اللي كانت تطلع عليه هاجر عليه السلام علشان تدور لاسماعيل الماء سبحان رب العالمين. هذا اللي بقى منه من التوسعه في آخر المسعى المروة في آخر شيء الجبل الثاني اللي كانت تروح له سبع مرات رايح جاي لما الله سبحانه وتعالى فجر لإسماعيل عليه السلام. اللهم لك الحمد. مبروك العمرة. الحمد لله يا رب. مبروك مبروك يا وشاي العمرة. بس شو ذي مبروك العمرة يا وشاي. الله يتكبر إن شاء الله. الله يبارك فيك. دعيت لي تكفى. اي والله بالقسم بالله والله دعيتهم حتى يا بعد روح يا بعد روح. اللهم لك الحمد. خلصنا الحمد لله. اللهم لك الحمد. والله اني دعيت لكم ودعيت لكل واحد مسلم بعد. خلص يا تكفى ما ابغى بكره اقرب. مالك مالك ما تخبيني. طولت خلاص خلاص. انا وصلنا لنهايه الفيديو. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم جميعا. اللهم لك الحمد والله يجعل عمرتكم مقبوله. الله يتقبل يا جماعه. أيوة عقبالكم يا رب. أيوة الله يا الله وما نسينا لكم والله ندعينا لكم. يا لا تنسوا ليش هذا لايك. ايوه ايوه اشتراك منهم بعد. هذا ايوه الرئيس. نعم ادعوا له بس ادعوا له ادعوا له. قول لي يا رايد حرام تغطي راسك. خلصنا احنا يا اخوان. احنا شوف لابس كاب بعد. خلصنا خلاص.